ديال المجتمع المدني، يعني إنقاذ المجتمع المدني ويدعم الشباب ويدعموا المجهودات ديالهم. هذيك 11 نوفمبر هي اللي غادي تفتح لنا المجالات انه باش نعرفوا المؤسسات، غادي يحضروا مؤسسات ترابيه سواء من الجهه سواء كل مكونات المؤسسات الترابيه اللي غادي يحضروا ان شاء الله على 11 علامه ترابيه تاع المجتمع المدني باش ياخذوا الفكره باش يشوفوا كاين واحد المنتوجات او الناس خدامين فيها نهار غادي يسوقوا غادي يبينوا المنتوجات ديال الشباب دولور. وفي مناسبة انه باش يجيو المؤسسات الترابيه بجميع المكونات ديالها ان شاء الله انه يتمنوا يحضروا ويشوفوا داك الشيء ونشوفوا كيفاش انهم نحاولوا انه يدعمونا ويوقفوا. حنا ما محتاجينش دعم مالي ولا ما تلقيناش في بال اليوم انا باش نحتاجين، راه كاين الشباب دولور راه كاين حنا كنستثمر في الانسان، الانسان هو الكنز ديال لهذه العلامة هذه، ما غير هما يدعمونا ويرحبوا بهذه الفكرة هذه ويتبناوها كعلامة ترابية موحدة ديال المجتمع المدني. ما كانش واحد الكونتاكت قبلي مع هذا؟ لا مازال ما فتحناش، 11 نوفمبر هي المناسبة إن شاء الله لأنه أول نعتبرها انطلاقة رسمية ديال العلامة الترابية لجميع المكونات الفعاليات المجتمع المدني والمؤسسة الترابية بصفة عامة. الى لاحظتوا التدخل ديالي تسمح لي قلت الباب مفتوح امام جميع ابناء المنطقه سواء اشخاص ذاتيين او معنويين او قطاع عام او خاص، يعني حنايا بدينا المجتمع المدني ولكن المؤسسات الى بغات تبنى هذه العلامه غادي تكون احسن ومرحبا.